السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعينا الكرام متابعي قناة من آخر خلاص. معكم محمد نور الدين. موعد مباراة منتخب السعودية الأولمبي تحت 23 سنة أمام منتخب الإمارات تحت 23 سنة، مباراة في الجولة الثالثة والأخيرة من كأس آسيا تحت 23 سنة اليوم بإذن الله تعالى الخميس 9/6/2022. متابعينا الكرام، المباراة اليوم بإذن الله تعالى ميعاد الساعة 4 عصرا أو مساء بتوقيت مكة المكرمة، السعودية والكويت وقطر والبحرين واليمن والعراق والأردن وفلسطين ولبنان وسوريا. المباراة معاد الساعة 5 مساء بتوقيت الإمارات وعمان، والساعة 3 عصرا أو مساء بتوقيت مصر وليبيا والسودان، والساعة 2 ظهرا بتوقيت تونس والجزائر، والساعة 1 ظهرا أو مساء بتوقيت جرينتش وموريتانيا والمغرب. المباراة هتكون على أكتر من قناة. المباراة هتكون على قناة الرابعة العراقية والمعلق حسام الوائلي، على قناة اس اس سي 7 اتش دي السعودية والمعلق مشير القرني وأبو ظبي آسيا، والمعلق محمد الشمسي، والكاس 5 اتش دي القطرية، والمعلق هيكون سمير اليعقوبي، وقناه بي ان سبورتس اي اف سي اسيا، والمعلق حسن العدروس. ملعب المباراه ملعب لوكوميتيف، دور المجموعات الجوله الثالثه من كاس اسيا تحت 23 سنه. اشترك في القناه، فعل زر الجرس، اعمل لايك الفيديو. كان معكم محمد نور الدين، نراكم في فيديو اخر باذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.